أهلا وسهلا بكم مجددا أحبتي طلبة الصف الثامن. في هذا المقطع القصير سوف أوضح لكم المادة المغطاة خلال هذا الأسبوع، أسبوعا مليئا بالحب والخير والعطاء أتمناه لكم. فبالنسبة للعناوين التي سوف تغطى خلال الأسبوع العاشر فهي صور الخبر. بعد أن كنا قد تعرفنا مسبقاً إلى الجملة الإسمية والجملة الفعلية وتعرفنا إلى مبتدأ وخبر، سوف نقوم بعمل مراجعة عامة للجملة الإسمية والجملة الفعلية وطريقة الإعراب، ثم ننتقل إلى صور الخبر. في الحصة التالية سوف نقوم بحل ومناقشة الأسئلة التطبيقية حول صور الخبر، ثم سوف نبدأ بقراءة قصيدة في مدخل الحمراء وتحليل الأبيات الشعرية تحليلاً وافياً. تعرفنا أحبتي مسبقاً إلى الجملة الإسمية التي تتكون من مبتدأ وخبر، وتعرفنا إلى أن مبتدأ هو ما تتحدث عنه الجملة وتدور حوله أحداث هذه الجملة، بينما خبر فهو الخبر أو هو الشيء الذي تحدثنا عنه في هذه الجملة. خلال الفصل الأول تعرفنا إلى أنواع الجملة الإسمية وتعرفنا إلى الفرق بينها وإلى صورها، وخلال هذا الفصل سوف نتعرف إلى صور وأنواع الخبر. فهو قد يأتي مفرداً، إما محمد مجتهد فهو لا جملة ولا شبه جملة، وممكن أن يأتي جملة قد تكون اسمية أو فعلية، مثل محمد خلقه حسن أو محمد نجح في الامتحان. ومن الممكن أن يأتي الخبر كذلك شبه جملة، أي ظرف أو جار ومجرور، مثل محمد أمام الجامعة أو محمد في الجامعة. وهكذا أحبتي الطلبة، خلال هذه الحصص سوف نتعرف إلى صور الخبر وطريقة إعراب الخبر. بعد ذلك سوف ننتقل لحل ومناقشة الأسئلة التطبيقية على كتاب اللغة العربية. وفي الحصص التالية خلال هذا الأسبوع سوف نقوم بقراءة جهرية لقصيدتي في مدخل الحمراء، ثم سوف نحلل الأبيات الشعرية الخاصة بالقصيدة تحليلاً أدبياً وافياً. وهكذا أحبتي الطلبة، نكون قد انتهينا من الأسبوع الأول في الوحدة الأولى. أسبوعاً سعيداً وموفقاً جداً أتمناه لكم. ادرسوا جيداً، حضروا أنفسكم بكل معنوية عالية. إلى اللقاء.